بغداد. أنا أسامة خالد حسين صاحب مدخل أدوية الدواء الحارثية في الحارثية، معاون صيدلي. قبل يومين عندي مخالفة والبلدية جت تحذرتني، وأنا جيت هسه هنا اليوم سبب هذا الحريق. هاي الحارثية كلها تشهد والكاميرات تشهد وعندي تصوير بهذا التليفون. بسبب أمانة بغداد. بسبب أمانة بغداد هم ذولاك جوا، السيارات والموظفين موجودين. أمانة بغداد سوت مفاتحة. طلبت من عندهم نص ساعة، ضرب بالحفارة هاي وهاي الوايرات الاثنين انقطعت، حرقت المدخل كله. المدخل هاي أدوية ليش؟ شنو السبب؟ يعني ليش هاي أدوية بوقف فلوس؟ المدخل في أدوية وهاي شركات الأدوية كلها موجودة. كل شركات الادويه موجوده بادويه ما يقارب $5 مليون وانا جارتها قبل اسبوع، وهاي شركات الادويه والمداخل كلها تشهد وتعرف، واهل الاختصاص يعرفون مدخل ادويه اسبرين ودواء الحارثي يشهد. بس حسبي الله ونعم الوكيل، والله العظيم انا ما راح نار مشتغله ويرجع يفلش، نار مشتغله ويرجع يفلش. والتقرير مو تماس كهربائي، انا طلبت من وزاره الداخليه واتصلنا بلواء سعد معن انه التقرير مو تماس كهربائي، الفعل امانه بغداد والموظف موجود هناك تقدر تصوره. هذا الموظف قاعد هنا ترفع الكاميرا داعت امك بشرفك. كنا نشهد. ترفع الكاميرا هم هناك الموظفين. قسم فيه على نص ساعه. يعني وقف المكان كله هناك هي النار مشتغله ويشوب الكرن.